أهلا بيكم في قناتنا أعرف. النهاردة هنقدم لكم مجموعة مختارة من بعض الأماكن المهجورة في جميع أنحاء العالم، وكل مكان منهم ليه سحره الخاص، لأن تحت كل الغبار والصدأ والشقوق بتوجد قصص وحكايات عن أشخاص كتير كانوا عايشين فيها. يلا بينا نشوف الأماكن دي، وبعد ما تشوف الفيديو قول لنا إيه إحساسك وإنت بتشوفهم، وهل حسيت بالخوف والرعب؟ بس قبل كل ده ما تنساش تشترك في القناة وتضغط على إعجاب للفيديو. يلا بينا. 1. أبراج التبريد المهجورة في بلجيكا. في الصورة دي شايفين أجزاء من برج تبريد في محطة كهرباء قديمة في مدينة مونسو ببلجيكا. بينتج هذا الهيكل الشبيه بالبوق الماء الساخن في منتصف المكان المهجور ده. 2. كولمانسكوب في ناميبيا. كانت كولمانسكوب مدينة صغيرة في ناميبيا شهدت طفرة في أول القرن العشرين لما عرف المستوطنين الألمان إن المنطقة دي غنية بالماس، ومع اشتعال الحرب العالمية الأولى وبعد ما حقل الماس بدأ يخلص وبحلول الخمسينيات أصبحت المدينة مهجورة تماماً، وهي الآن مجرد منازل مسكونة بيزورها المصورون والسياح فقط. 3. غابة عائمة عمرها 102 عام في سيدني، أستراليا. في الصورة دي شايفين هيكل الباخرة الكبيرة اللي اتحكم عليها بالتفكيك في هوم بوش باي في أستراليا بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد ما انتهى التفكيك بقت السفينة وعدة سفن أخرى بالشكل اللي شايفينه في الصورة ده، ودلوقتي هي غابة عائمة جميلة وبتعتبر مثال لقدرة الطبيعة على البقاء. 4. حصن مونسي للبحر في إنجلترا. نصب هذا الحصن بالقرب من نهري التايمز وميرسي في بريطانيا عشان يساعدهم في الدفاع ضد الغارات الجوية أو البحرية من الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد ما تفككت سنة 1950 كان بيسكن المباني المهجورة دي كتير من المستأجرين الجدد، منهم اللي عرفوا نفسهم على إنهم إمارة سايلاند وبيدعوا إنهم دولة مستقلة ذات سيادة. 5. البيت الأخير في جزيرة هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر المنزل المخيف ده جزء من مستعمرة صغيرة في خليج تشيزابيك في الولايات المتحدة، ولكن حدث تآكل سريع للجزيرة وسواحلها، ومع الوقت مساحات العيش في الجزيرة دي قلت جداً، إلى أن أصبح المبنى المهجور ده هو آخر مبنى تورك في جزيرة هولندا قبل انهياره، وده كان في سنة 2010. 6. مدينة الأشباح بريبيات في أوكرانيا. تأسست مدينة بريبيات في الرابع من فبراير سنة 1970 في أوكرانيا بالقرب من حدود روسيا البيضاء كمدينة نووية سوفيتية، وكانت موطن لكتير من العمال اللي كانوا بيشتغلوا في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، واللي انصهرت بشكل كارثي في حادثة تشيرنوبيل عام 1986. وبعد ما تم إخلاءها ظلت مدينة بريبيات منطقة مليانة بالأشباح لا يمكن زيارتها إلا من خلال الجولات المصحوبة بمرشدين، ويقال إن المكان ده مش هيكون قابل للحياة غير بعد مئات السنين نظراً للمستوى الإشعاعي الخطير اللي موجود في المدينة. 7. بيت الحزب الشيوعي البلغاري في بلغاريا. يعتبر المقر السابق للحزب الشيوعي البلغاري مكان غريب في الخارج والداخل كمان. المبنى كان بيشبه الصحن الطائر، بيعتبر مبنى غريب جداً أثناء استخدامه من الفترة 1981 حتى 1991، وتم تعطيله بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مباشرة، وعلى الرغم من الخطط اللي بيتم وضعها الآن حتى يتم استعادة المقر إلا إنه مازال يعتبر بيت أشباح. 8. نارا دريم لاند في اليابان. تم افتتاح منتزه نارا دريم لاند المستوحى من ديزني لاند في عام 1961، لكن في سنة 2006 تم إغلاقه، وهي دلوقتي وجهة معروفة للمستكشفين. 9. جزيرة غير مأهولة في جنوب غرب فلوريدا. اتبنت الهياكل ذات القبة الصغيرة سنة 1981 في مدينة كيب رومانو في ساحل فلوريدا في الولايات المتحدة، وكانت الجزيرة دي هي المكان المخصص اللي بيصيف فيه منتجي النفط بوبلي قبل ما يتدهور حالتهم، ولسه مصيرهم غير معروف حتى الآن. 10. طاحونة مهجورة في إيطاليا. المطحنة دي موجودة في وادي المطاحن في سورنتيفو إيطاليا، وتم التخلي عنها سنة 1866، وأصبحت مهجورة حيث تم عزل المطحنة عن البحر عن طريق بناء ساحة تاسو
مما سبب في رفع الرطوبة في المنطقة. 11. محطة ميتشيغان المركزية في ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية. تم بناء المحطة دي سنة 1913 في ديترويت لإنشاء مركز جديد خاص بوسائل النقل العام، ولكن تسببت بعض عمليات المراقبة والأخطاء التخطيطية إلى إغلاقها تدريجياً سنة 1988، ولحد دلوقتي لسه ما نعرفش مصير المبنى إيه. ولكن في الفترة اللي فاتت عرضت المحطة العديد من الأفلام ومقاطع الفيديو مثل فيلم 8 مايل و بيوتيفول. 12. يخت سانكن في أنتاركتيكا. السفينة المخيفة دي اسمها مارسام فيم، وهو يخت برازيلي تم تحطيمه بالقرب من أرديلي كوف في القارة القطبية الجنوبية، وأخذها طاقم برازيلي لتصوير فيلم وثائقي، ولكن الرياح القوية والعواصف أجبرتهم على ترك اليخت. 13. مسرح أورفيوم نيو بيتفورد في الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر المسرح ده مبنى قديم يقع في مدينة ماساتشوستس، تم افتتاحه سنة 1912 وأغلق سنة 1959، ومن الوقت ده وهم بيستخدموه لتخزين التبغ زي ما يكون سوبر ماركت. 14. محطة القطار المهجورة أبخازيا في جورجيا. أصبحت المحطة دي مهجورة خلال الحرب في أبخازيا سنة 1992 و1993، وتسبب النزاع بين جورجيا وروسيا إلى عزل المنطقة. 15. منازل خشبية مهجورة في روسيا. اكتشفوا المباني الجميلة والمزخرفة دي في غابات روسيا، وعزلتها ساعدتها على بقائها سليمة وجميلة. 16. مدينة تحت الماء في شيتشينغ في الصين. المدينة دي عمرها 1341 سنة، موجودة في شرق الصين، غرقت سنة 1959 وقت بناء محطة شينان ريفر للطاقة الكهرومائية. 17. محطة مترو الأنفاق الخاصة بالمدينة المهجورة في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. تم إغلاق المحطة دي سنة 1945 بسبب مخاوف أمنية، لأن تصميمها بيحتوي على منحنيات كتيرة، رغم إنها مصممة بشكل جميل بس مش بتتناسب مع القطارات الجديدة. 18. فندق سالتو في كولومبيا. تم افتتاحه سنة 1928 قريب من شلالات تيكينداما، ارتفاعه بيصل ل 157 متر. سنة 2012 تم تحويله إلى متحف، حيث تم إغلاقه بسبب تراجع الشلالات. 19. نفق مترو الأنفاق المهجور في كييف بأوكرانيا. تم التقاط الصورة دي للنفق المهجور تحت الأرض في مدينة كييف في أوكرانيا، لأن في كتير من الأنفاق بتبقى مغمورة بشكل جزئي. 20. قاعدة غواصة مهجورة في بالاكلافا في أوكرانيا. تم تفكيكها سنة 1993، وكان الموقع ده واحد من المواقع السرية في الاتحاد السوفيتي، ويقال إنه قادر على تحمل ضربة نووية مباشرة بسبب بنائه تحت الأرض. هو دلوقتي بيعتبر متحف بحري وطني. 21. المستشفى العسكري المهجور في بيلتز في ألمانيا. المجمع الكبير ده اللي شايفينه في الصور تم بناؤه في نهاية القرن التاسع عشر في ألمانيا، وساعد أدولف هتلر في التعافي من جرح في الساق، وتم التخلي عنه بعد انسحاب السوفييت سنة 1995. 22. جزيرة هاشيما في اليابان. كانت الجزيرة مأهولة من أول القرن 19 لحد أواخر القرن العشرين بسبب وصولها إلى مناجم فحم تحت البحر، ولما اليابان بدأت تهتم أكتر بالبترول أغلقت مناجم الفحل بشكل كامل، وأصبحت الجزيرة معزولة وتعتبر بلدة أشباح. 23. سانزاهي تايوان. كانت المنازل دي بتتميز بالمظهر الخارجي الجميل اللي بيخليها وجهة رئيسية لقضاء العطلات، وخاصة بالنسبة للضباط العسكريين الأمريكيين اللي راجعين من مواقعهم في آسيا. وبسبب الاستثمارات المفقودة والحوادث المؤسفة اتقفلت المنطقة دي سنة 1980، وتم هدم المباني كلها سنة 2010. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم. أشوفكم